سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. وتتوالى مسابقه المواهب. حلقات مسابقه المواهب الغرض منها هو اظهار اكبر عدد من المتسابقين او من اللي عندهم مواهب، لان برنامج امراه من كوكب اخر بيتبنى ويرعى المواهب تحت رعايته طبعا. الاشتراك في مسابقه المواهب التواصل على الرقم الموجود في الشاشه 012 72 36 229. اهلا بيك يا فانوس، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذه داليا، صباح الخير. صباح النور. طبعا بالتوفيق لكل المتسابقين معانا النهارده، وطبعا يشرفني النهارده اعضاء لجنه التحكيم معايا الفنان احمد ابراهيم ممثل، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ومعايا الفنان التشكيلي سامي الرسام، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، شرف. ومعايا الشاعر الغنائي الجميل المتالق دائما استاذ عماد ابو العينين، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. هنبدا بقى المتسابقين. اول متسابق معايا هو استاذ احمد عاطف انشاد ديني. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك شويه يا استاذ احمد. انا اسمي احمد عاطف، محافظه كفر الشيخ، طالب بكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بدسوق. هقول ابتهال الشيخ ناصر الدين طوبار جل المنادي. ينادي جل المنادي، ينادي ينادي يا عبادي، أنا ماحي الذنوب والأوزار، إلهي إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا تمكيني، وكل شيء جرى بالكاف والنون، يا من يا من أحس به أحس به في كل كائنة، وقد تعانيت عن ظن وتخمين. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. برافو عليك يا احمد، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك. جميل. التوفيق يا احمد، جميل بجد يعني. طيب المتسابق رقم اثنين معانا احمد سامي. صوته كان بوظ. جميل فعلا. السلام عليكم. اسمك احمد الصواف، محافظه البحيره، طالب كليه الدراسات الاسلاميه بتسوق. قول لي ان شاء الله المنشد ماهر زين. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد
يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. برافو عليك يا احمد، برافو. ممتاز. طيب احنا عندنا المتسابق الاولاني كان احمد عاطف من كفر الشيخ، احمد سامي من البحيره، متسابق رقم 3 السيد البيلي من الدقهليه. اتفضل يعني يا سيد. السلام عليكم، انا السيد البيلي من الدقهليه، عندي 16 سنه. هسمعكم قصيده اسمها حبيتي استاذ، تاليفي والقاء. القصيده بتتكلم عن شاب صغير في السن بيحب بنت، وهو لسه ما خلصش دراسته فعايز يعرف والدته. تمام. بيتكلم عن نفسه. بيكلم والدته بيقول لها: ازيك يا ست الكل وحشاني، ريحه طبيخك قلبه الدار، والله يا امي ما فيش زي طبيخك تاني، ومالك محلوه ليه وعينيكي لمعه وخدك ورداني، والله يا امي لو اكتب عن حبي ليكي ما يكفيني شعر ولا اغاني. وايه تاني؟ بلاش الشويتين دول، ما عادش معايا فلوس انساني، اخر فلوس كانت معايا بعت اختك جابت حاجات البيت اللي نقصان، استنى لما ابوك يجي وهو هيديك، اصلك بتعرف تضحك عليه بشعرك واغانيك، طول عمره مدلعك ويحب قوي يتباهى بيك. ياما والله ظلماني مش عاوز فلوس، وهقول لك على الصراحه من غير لا شعر ولا اغاني، فاكره يا ام البت اياها؟ انهي فيهم؟ ام عينين حلوه فاكراها، طيبه قوي ياما، وبنت حلال ومتربيه، وجمالها ما يتقلش بمال، وحافظه القران ومصليه، وان جت سيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وان جت سيره سيدنا النبي يبقى الدمع من عينها ساف. طب دي لما تمشي في الشارع يتهوسوا عليها العيال، بس ياما ما بتتلفتش وراها ولا ابن عم ولا ابن خال، يعني دي اللي تنفع ام للعيال، وحباني ياما وشرياني، وادام متربيه وبنت اصول، انا يعني هعوز ايه تاني؟ وبصراحه يا امي انا طبيت وحبيتها، حبيتها حبيت يا استاذ، اوعي تكون فاكر نفسك كبرت، انت لسه بيتشرى لك من القميص لحد المداس، وانا اللي بقول الكبير هيبني ويعمر ويحط اساس، طب فكر في ابوك وحمله التقيل، خليك حساس، واول ما تشطح تنطح على طول حب وجواز. ياما والله مش ناسي، ياما والله مش ناسي، بس ايامنا بقت مره والظهر بقى قاسي، ولو ما لحقتش تخطف حاجه حلوه من الدنيا مش هتطول، وانا يعني من امتى يوم ليا في البنات والحكايات، وكنت تقعدي تقولي لي يا واد اللي يصبر ينول، وهو ربنا نولها لي، وبدعي في كل صلاه ربنا يهديها ويخليها لي، بلا حب بلا كلام عيال، بلا حب بلا كلام عيال، مش عاوز اسمع كلام في الموضوع ده تاني. كده برضو يما ماشي، انت اللي باقيالي، انت الخير والبركه وعارفه الاصلح لحالي، بس ما عدتيش تقولي لي نفسك تفرحي بعيالي، اضحك عليا كمان واسرح بخيالي، لاجل عيون السنيوره بتسرح بيا، بس والله بنت ناس ومتربيه، حافظ عليها دي ربنا بعتها لك هديه، ووعدت تنرفز وتتزربن عليها زي ما بتتزربن عليا، ووعدت نيمها زعلانه ولا تنكد عليها، حسابك هيبقى معايا، دي بنت اصول تحافظ عليها، ولو لقيتها زعلانه بكلمتين حلوين ورضيها،
لو لقيتها زعلانه بكلمتين حلوين وراضيها، وان كان على الرزق والفلوس ربك هيساويها، ذاكر بس وخد شهادتك وهنجوزك ليها. راضي عنك يا ابن بطني، ربنا يسعدها بيك ويسعدك بيها، وما تبقاش تنصمك يا ولا، من وقت للتاني ابقى طل عليها. برافو عليك، جميلة، 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 برافو عليك يا احمد يا سيد. تمام يا حبيبي، التوفيق ان شاء الله. أبدعت يا فنان بجد، متميز، أداء مميز وجميل. تمام. المتسابق رقم 4 معانا لمياء فاروق من القليوبية. عليكم السلام، اهلا بيك. انا اسمي لمياء فاروق محمد من مدينه دانا. بصي لجنه التحكيم. انا شاعره غنائيه وكاتبه سيناريست. دلوقتي هقول حاجه دراما اسمها تذكره موتي. حجزوا تذكره موتي وعلى باب قدر مستني، وداري وجع بسكوتي وحرق الدم تقتلني. قطر الحياه جاي بيستعجل، ظابط ساعته بالمظبوط، بقول له دوس وريحني، انا جاهز وقد الموت. تعبت خلاص من الايام ومن نفسي، حتى اللي مني لقيته ضدي وكسر نفسي. الام الجراح كلها على قلبي شايل، ولا كلمه حلوه سمعتها ولو جمايل. انا ما افتكرش اضحكت مره فيها يوم، كل اللي فاكره حمول بتزيد يوم بعد يوم. صعبت عليا نفسي وغصب عني بكيت، وعمال اصبر حالي قدر يعيش مظلوم. عايش في الحياة قصة، هموم وجروح ما تتوصى، ولو حكيت أكيد لسه أنا جراحي ما تتعدش. ألامي عايشة جوايا من يومها مولودة معايا، خلتني في الدنيا حكاية، إيه ولا إيه ما تعدش. تعبت خلاص من الأيام ومن نفسي. شكرا. يعني أداء جميل في الدراما أنا شايف، ومميز ما شاء الله عليكي. طب عاوزين حاجة وطني كده منك بعد إذنك لو سمحتي. هقول قصيدة وطنية بهديها لمصر. إيد واحدة وبنكمل بعض، ونصور جرحى في وسط الرعد، بنحس الخاين على بعد، ونداس على أرضنا ما بنسمحش. هنعيش ونموت أبطال، ده المصري ما يعرفش محال، ولو شاف من نار أهوال بتقوي ويتحول وحش. بلدي في كفة وروحي في كفة، أفديها لو دم تصفى، أنا عندي في كفنة الدفة ولا فرطش في أرض مصر. أصلي بلد الخير والعزة، ودي ليها في قلب معزة. أنا عندي أموت لو طالت أموت وأتأزة، ولا فرطش في أرض مصر. بس شكرا. برافو عليك، برافو عليك، جميل جميل يا لمياء، توفيق إن شاء الله. طب هنطلع فاصل ونرجع تاني نشوف آراء أعضاء لجنة التحكيم. بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، وهنشوف آراء أو رأي لجنة التحكيم في الثلاث مواهب الأولانيين. اتفضلوا سريعا. اتفضل استاذ احمد. عاطف من الاصوات الواعده يعني، وبس هو يركز بس. انا مش متخصص كغناء، لكن انا بتكلم كمتلقي. احيانا كتمثيل يعني في الاداء بتخس منه الايه في الاداء، يعني كطبقه صوت في حتت عايزه بس حد اللي هو التمريات السولفيج، هم الثلاثه يعني هم الاثنين يعني اللي اما بتخس منك بتخرج بره الايه، هو تنظيم النفس كمان. تنظيم النفس والتدريب ده هيفيدهم كتير جدا. هو احمد سامي نفس الموضوع. سيد البالي، عايز اقول لك انت متاثر بالابنودي قوي. ايوه صح. كويس. تمام. وده خطوه كويسه انك تكون ماشي على خطى حد عبقري يعني، بس برضو لازم يبقى لك استقلاليتك في انك يبقى ده انت المميز. انا بقول ده الابنودي، بقول ده صلاح جاهين، بقول على ده كذا. لازم يبقى في يوم من الايام يتقال ايه ده السيد البيالي. تمام استاذ سامي. الحقيقه انا لقيت مواهب جميله النهارده بصراحه، وبشجعهم جدا. وعندي المسابق الاولاني الحقيقه قال انشاد ديني جميل، واهم حاجه في الانشاد الديني اللي هو اللغه العربيه، قال لغه عربيه قويه والقواعد النحو سليمه. الاستاذ احمد السامي طبعا برضو قال انشاد ديني كمان، بس هو برضو ينقصه شويه تمرينات شويه تدريبات عشان خاطر تدريب الصوت وطبقات الصوت زي طبعا الزميل ما قال، ودي مهمه جدا. وطبعا احنا بنعتبرهم موهوبين وهيوصلوا ان شاء الله لدرجه الاحترافيه فيما بعد.
الاستاذ سيد البيلي بقى طبعا هو طالب صغير وجميل، وزي ما قال زميلي العزيز متاثر شويه بالشعراء الجمال الكبار، حتى عجبني فيه اداؤه التمثيلي للقصه. وكمان حاجه ثانيه عجبتني فيه ان هو قال موضوع فيه هدف، في الاخر استفدنا من القصه اللي قالها مع اللغه الجميله اللي هي اللغه الجميله بتاعته. نيجي للشاعره الاستاذه لمياء. طبعا الشاعره الغنائيه هي رقيقه وجميله وادائها متميز جدا، وبتكتب كلمات حلوه جدا جدا كمان في كل المجالات، وده طبعا بيميز كلماتها، الا انها كان عندها شويه قوه بسيطه وده ممكن يكون ضيع منها بس بعض الحروف والكلمات، لكن طبعا ادائها متميز. يعني رايك في الاستاذه لمياء؟ هي استاذه لمياء زي برضه حضرت الاستاذ ما قال ان هي الخوف يعني ايه مخليها مش عارفه تادي، فهو احنا كمتلقين تدريب يعني لازم انا لما اكون بعمل حاجه بعملها بثقه جامده جدا عشان اقدر اوصلها للي قدامي. ممكن يكون كلامها حلو ونظمها كويس وبتاع، لكن بتفقد 50% من لحظه الخوف دي بتوصلني انا مش كامله. استاذ عماد اتفضل. هو لما انا عرفت ان في اتنين هيغنوا انا بصراحه كنت خايف لحد يغني اغاني مهرجانات ولا حاجه، لقيتهم بيغنوا حاجه محترمه يعني تعليقات للشيخ نصر الدين طوبار، الغنوه اللي غناها برضو الماهر زين، شباب حلو يعني متجه اتجاه روحاني وديني شويه. هو بس الفكره كلها محتاجه تتظبط شويه من ناحيه تنظيم النفس بتاعهم والعمل بروفات كتيره. يعني اللي عجبني قوي طبعا سيد البيلي النهارده اساسا مشاعر يعني، وعامل حاله حلوه قوي وفكره جديده وكلماتها بسيطه جدا وتمس القلب بسهوله. يمكن متاثر شويه بالاستاذ عبد الرحمن ابنودي في اللغه والاداء، يعني هو لغته متاثر بها جدا. الامتداد برضه وهشام الجاخ واخدين نفس المدرسه مش يعني. وحش يعني تمام. الاستاذة لمياء عندها يعني مفردات حلوه جدا في الشعر بتاعها، بس التوتر بيكسر نجاحي ب 50%. لازم اخش واثق من نفسي قوي، لان اللي انت هتقوليه ده انا هشوف انت لو حاساه كويس هيوصلني انا الاحساس بتاعك بسرعه. احساسك ما وصلنيش بشكل كامل يا لمياء، لكن انت عندك الحقيقه يا لها يعني شاعره ممتازه وكويسه جدا، بس بلاش الرهبه بتاعت وقوفك. هي لها اغاني بس ممكن تكون عندها رهبه بسيطه من وقوف بس فقط عشان الكاميرا بس عشان الهواء طب هنخش دلوقتي ندخل على الموهبه رقم 5 محمود محمد علي التمثيل من القاهره. اتفضل يا محمود. عليكم السلام. السلام عليكم وبركاته يا استاذ محمود. لو عايز ترفع المايك لو هتمثل عشان انت هتبعد عن المايك وتمثل المشهد براحتك بقى. هتمثل لنا ايه بقى؟ مشهد صعيدي. صعيدي؟ مسلسل ولا فيلم يعني؟ لا هو ارتجال. طيب امسك المايك بقى وانت بتمثل. خلاص تمام كده. فنبدا بسم الله. ياد يا لمونه اعمل لي واحد شاي. ياد ايوه الشاي بتاعي ماشي. يا ابو الياسم عايز ايه؟ يا ابو الياسم ايه اخبار؟ ايوه انا تمام. انت عايز ايه؟ تعبان مالك؟ ألف سلامة. لا 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 ألف سلامة. وأنت اللي مش عاتق روحك. أيوة طول الليل والنهار قاعد لي على الطور ماسك لي في التوب وتحد في الطيارات. أقول لك بتعمل إيه؟ تقول لي بلعب أتاري. يا راجل بلا قلة قيمة ومسخرة، أنت كبرت على الحوارات دي. أيوة هتقول إيه أنت؟ مش سامعك من الدجيه بتقول إيه؟ لا 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 أيوة أنا نازل على مصر. أيوة أنا عملت اجتماع مع العمدة وأهل البلد. خلاص سلام، انا قاعد مع الرجاله مستنيك على الكافيه. سلام. بصوا يا رجاله انا بقول اني نازل على القاهره. نازل ايوه اشوف المصرويه بيتريقوا ويتمهزقوا علينا كيف يعني. ايوه هيقول لك مره واحد حب يغلي لبن حط الداموسه على الباجور. ايه المسخره وقله القيمه اللي احنا فيها دي؟ ما يصحش. السعيده السعيده احسن ناس. السعيده بعد الحضارة السعيدة اللي طلعت جمال عبد الناصر وطه حسين وطلعت الفنان أحمد إبراهيم. لا إله إلا الله طلعته فنان قد الدنيا صعيدي. يبقى بلاش مهزج الله يبارك لك.
فانا نازل على مصر نشوف وناخدهم بالعقل، ما جوش ناخذ عليها واطيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميل 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 جميل, جميل, جميل يا محمود. جميل جدا محمود ما شاء الله عليك. ارتجال يعني. لا جميل ما شاء الله عليك، موفق دايما. حاضر حاجه تاني ولا هو المشهد ده بس؟ مش حاجة. هو ده يعني ايه كويس فيه، هو مذاكره كويس. مفيش حتى حتى تيك توك كده ولا يوتيوب ولا اي حاجه، حاجه جديده كده مناسبه لسنك. الجديد ان شاء الله. مفيش اي حاجه محضرها. شكرا يا محمود، شكرا بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يا محمود. معانا المتسابق رقم 6 علي محمد، محمد علي غناء من الفيوم. السلام عليكم. انا علي محمد، محمد علي. حابب القي لكم اغنيه لهيثم شاكر، فنان هيثم شاكر. العيون السمر يا بقر مش هجرحها، طب قولوا لها حبه حبه عليا بالراحه. العيون السمر يا بقر خدتني من حالي، قلب انا مغرم صبابة ومهروم غالي. الابتسامة سهم عدالة شافي قلبي لا ملامة، ليه تقول العشق ذنبي؟ دي العيون شبكة عيوني وبواهم حيروني. اعمل ايه في حيرتي وعذابي يا خلي دلوني؟ دي العيون تعشق في غيره وهم جراحه. الله عليك. الله الله يفرح عليك. صوتك جميل. شكرا. صوتك جميل. متشكرين يا علي، التوفيق. جميل جدا، حاجه جميله تفتح البس. المتسابق رقم 7 برافو عليك. معانا صلاح حمدي، صلاح من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام. من صلاح من سويف، فرد المنصورة. أقول لكم أقول لكم قصيدة اسمها كورونا. كورونا؟ كورونا إن شاء الله. يا ساتر يا رب. العالم قافل أبوابه وشوارع الدنيا بقت فاضية، والفيروس سالم أنيابه وبيضرب بالضربة القاضية. الناس ماشية بكمامات وجواند، لا تسلم على حد أحسن لك علشان هتندم لو يوم سلمت. الفيروس بقى زي الكورة، في ثواني بيطير من حد لحد، ولعب بينا يجي مليون فورة لحد ما حلنا يا عالم اتهد. حظر تجول قفلوا الجامع، ومحدش شايف ولا سامع، ومحدش عارف فين المصل. وإيطاليا بتخلص بالتدريج، وبعتنا إليها معانا من مصر. والصين زي أصحابي في ثانوي شربوا المشاريب وأنا شلت الوصل. الوضع اتغير واتبدل ومحدش عارف ايه الحل، وكأن الدنيا كانت جنة وفيروس خلى ميزانها اختل. والعملة بقت حاجة رخيصة، والدول الكبرى بعظمتها فيروس بيقل قيمتها وملهاش ولا باسبور ولا فيزا. والعالم الثالث والنامي بقى مطمع والكل حرامي، وبقى حلم الأغنية في روسيا مستوطن في جنوب أفريقيا. وشاشات التلفزيون بتقول خليك في البيت، شاشات التلفزيون بتقول خليك في البيت، وان اللي هينزل وسط الناس جاهل وعبيط. ربنا عالم، الوضع يوماتي بيتأزم، الوضع يوماتي بيتأزم، وعدد الإصابات دايما بيزيد. رمضان جانا وانا لسه بصلي بيتنا وحيد. ربنا عالم اننا ضعفة، ربنا عالم اننا ضعفة واننا بنموت من ضربة شمس. ربنا خلق الداء ودواءه، ربنا أحيا الأموات باللمس. فإياك تيأس من فرد الحظر، إياك تيأس من فرد الحظر. فكر في موسى وفي السفينة وخضر، بكرة الإله راح يكشف الغمة وفيروس كورونا هينتهي من مصر. بكرة الإله راح يكشف الغمة وفيروس كورونا هينتهي من مصر. برافو 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 برافو. لا عشان الوقت معلش، عشان الوقت احنا بنبص من هنا لو سمحت بعد إذنك. من هنا من هنا يا صلاح، صلاح الخروج من بره من هنا عشان الكاميرا. طيب معانا المتسابق رقم 8 يوسف عبد الله، معلق رياضي من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي في البداية للأستاذة داليا، وتحياتي أيضا للسادة الحضور.
سأبدا التعليق بصوتي ولا اقلد احد. انا معلق رياضي ومقدم برامج وكاتب تقارير واذاعتها ومذيع نشرات وفقرات. الان سأبدا التعليق لمباراه بصوتي الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متتبعي قنوات الرياضية عبر ساحات ينتظرونها كثيرا، في البداية دائما أرحب بالمشاهدين وبمتعة الحضور. السادة الجمهور هو نمبر ون في عالم المستديرة. تحياتي يوسف الصديق. وفي البداية دائما لا ننسى، البداية هي بأحلى تحية، ألا وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته على الحضور. موعد مع القمة، موعد مع الكلاسيكو، سموه كما تشاءون، سموه كما تشتهون. العنوان واحد، هو ديربي بين الأهلي المصري وكذلك الزمالك المصري، أو الزمالك المصري والأهلي المصري. قمة للنسيان، قمة لنسيان الماضي والحاضر والمستقبل، سيكون مضيئا عبر الأهلي والزمالك. هذا صوت الشخصي. وأقلد 22 معلق رياضي. أريد نبذة صغيرة. نعم. للمعلق أنا. شوية بالمعلقين. أنا أحب كثيرا المعلق التونسي رؤوف خليف. فنبذة بسيطة مع زميله أيضا التونسي هشام الخلصي. شكرا للكباتن الكبار. رؤوف، الخط سيعود إليك بعد لحظات. رؤوف تفضل. شكرا للزميل العزيز هشام الخلصي. حضرت السادة المشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم. تابت أوقاتكم. مساء الفل للناس الكل. ليلة من الليالي العالمية في استاد سانتياغو برنابيو. نار نار يا حبيبي نار. القاعدة دائما تقول إذا التقى عملاقان ينسى ما سبق. نعم أعيد وأكر وألح وأقول إذا التقى عملاقان ينسى ما سبق. قمة ما بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد. سريعا نمر إلى تشكيلة الفريقين. ريال مدريد حراسة المرمى للبلجيكي تيبو كورتوا، يمين الدفاع لداني كارفاخال، على اليسار مارشيلو، محور الدفاع لرافائيل فاران، والكابتن الكات سيرخو راموس. امامهم كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش. وفي المقدمه اللاعب البديل لكريستيانو. ولكن هذا ليس موضوعنا الان. لكن من حمل اسمه هو فينيسيوس جونيور، وكذلك الولزي جارس بيل، وكذلك بنزيما بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. تسمعونا إلى معلق آخر. لا برافو عليك عشان الوقت. برافو عليك. ممتاز ممتاز ممتاز. بالتوفيق بالتوفيق عشان الناس والله جايين من بره. أستاذ يوسف جميل، ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. تستمعونا إلى فقرة تكون معانا بحلقات تانية قادمة. حلقات تانية إن شاء الله. إن شاء الله. برافو عليك. شكرا يوسف جدا جدا. برافو برافو. وبالتوفيق. متشكرين. نشكرك طبعا وأدائك جميل وتميز. مع السلامة. اتفضل. طيب معانا صفاء سمير رمضان رسم من القاهرة، موهبة الرسم. عرفي نفسك يا صفاء. طيب معلش يا صفاء قربي المايك منك وعلي صوتك وعرفي نفسك من الأول. أنا اسمي صفاء سمير، سن 18 سنة، بدرس ثالثة ثانوي. الرسم هواية ما تعلمتوش أو أخدت كورسات، فكنت بتعلم من على اليوتيوب وفيديوهات. تمام. طب ورينا كده العمل الجميل بتاعك. اشرح لنا بقى يا صفاء. يعني بصي حطيه على الترابيزة دي. أو خلاص هو باين في الكاميرا خلاص، بس يعني إيه اشرحي إيه اللي أنت رسميه ده. دي رسمة من تحت شجر ومن فوق بتمثل دور الأم. يعني هي حملت أمه. تمام. مهما حضرتك بصي للوحة، حضرتك بعد إذنك بصي اللوحة الجميلة اللي أنت رسمها. أنت عاملة فيها فكرة جميلة. عاوزك تقولي الهدف من بداية ما رسمتيها بجدر الشجرة والست العجوز اللي أنت عاملاها بطريقة إيه؟ جميلة. أم عاملة إيه؟ أنا حملت أنا حاولت إن أنا أمثل دور الأم بشيء إن هو ما بينتهيش. زي مثلا الشجر بيبقى ليه جذور، ما بي يعني
حتى لو وقع او مات او حصل له اي شيء بيبقى له اثر في الارض مثل الام، حتى لو ماتت او يعني طبعا في بعض الاحيان في بعض الاحيان بنسيب المشاهد او المتلقي للوحه هو اللي بيشوفها بطريقته او بخياله. فحضرتك انت دلوقتي بتشرحي لنا اللوحه، عايزين نسالك بس في الخامات اللي انت استخدمتيها بصفتك ان انت هاويه، فبنلاقيكي مستخدمه الفحم، وطبعا اصعب رسم هو الفحم. الفحم والرصاص. والظل والنور كمان اللي انت عاملاه ده بتاع فنان محترف. يعني انا بقول لحضرتك انت مستخدمه الظل والنور، طبعا انا والزملاء او كل الفنانين كل واحد بيشوف اللوحه من منظوره. بالظبط. بيشوفها بتخيله بالمعنى اللي حضرتك بتوصليه لينا احنا كلنا، لكن في الاخر لو احنا غلبنا في المعنى بنرجع ليكي بنقول لك تفسير اللوحه ايه. تقنيه اللوحه جميله وحلوه والتحكيم موفق ان شاء الله باذن الله. برافو عليكي. ليكي اعمال ثانيه غير اللوحه دي يا صفا؟ كتير يعني ممكن تعملي معرض قريب يعني باذن الله. هي مشتركه في كذا معرض، وكان لنا من حسن الحظ احنا قابلناها في معارض كتيره جدا. هي فنانه جميله وسنها جميل جدا. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا صفاء. جميله. شكرا. اتفضلي. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني بعد العوده من الفاصل. اعزائي المشاهدين ومعانا المتسابق بلال السيد بدير من اسكندريه، اتفضل. بلال تمثيل، اتفضل يا بلال. امسك المايك يا بلال ومثل براحتك بقى خالص، بس عرفنا بنفسك الاول معلش. بلال السيد بدير من اسكندريه، 26 سنه. امسك المايك، امسكه وشيله من الحامل. بلال السيد بدير من اسكندريه، 26 سنه، مواهب تمثيل. نزل الحامل وامسك المايك. نزل، شيل الموبايل، شيل الموبايل، حط الموبايل على الترابيزه. ايوه بس ناوي تعمل ايه مع اللي قتل اخوك؟ علي صوتك يا بلال. خد التليفون في ايدك وحضرتك قرب المايك ليك شويه وخد نفس طويل جدا عشان تعرف تاخد تعرف تتكلم في الكلام اللي عايز تتكلمه. حضرتك اللي احنا بصينا وصلنا احنا هنا. انت ناوي تعمل ايه مع اللي قتل اخوك؟ ناوي اعمل كل خير. قول لي ما تخبيش عليا. هقتله زي ما قتل. طب انت هتغرق ايدك بالدم. انا عاوزك تعمل الاداء التمثيلي للموضوع، مش مجرد انك تقرا حضرتك. هتمثل ولا تقول شعر؟ حضرتك لا هقول انت حضرتك تمثيلي. اعمل اداء تمثيلي للجمل اللي انت بتتكلمها. يعني عارف انت حسب الدور بقى، حسب المشهد لازم تمثل. يعني انت ناوي تعمل ايه مع اللي قتل اخوك؟ ناوي اعمل كل خير. ما تخبيش عليا، قول لي هتعمل ايه. هقتله زي ما قتل اخوك. هقتله زي ما قتل اخويا. طب انت هتغرق ايدك بالدم وهغرق ايدي بمية نار، لان اخويا حقه مش هسيبه لو في وسط مليون. خلص الكلام. شكرا. برافو عليك يا بلال، موفق ان شاء الله. ماشي اطلع من هنا بقى بره من معانا المتسابق رقم 10 رقم 11 اسلام محمد عبد الله تمثيل برضو. عرف نفسك يا اسلام وامسك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسلام محمد عبد الله غازي من البحيره، مواهب تمثيل. هقلد الاستاذ احمد زكي بطريقه السادات. على صوتك. بسم الله. ايه حدث بسيط في الزاويه الحمراء؟ ايه غسيل في بلكونه مواطن؟ نقط على غسيل في بلكونه المواطن اللي تحتيه. سوء الحظ ان في اختلاف في الاديان يتسبب هذا الحادث الى اشاعات مغرضه. يقولون ان في مصر فتنه طائفيه. دي ناس بتنفخ في النار. بيستخدموا الشباب الصاعد وقودا لهذه النار. انا بحذرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالتوفيق. انت نسيت تقول الجمله بتاع ان الديمقراطيه لها انياب. اهم جمله دي يا باسل. جمله في المشهد كله هي الهدف. الديمقراطيه لها انياب. بس برافو عليك، ربنا يوفقك. توفيق يا اسلام. بالتوفيق. برافو عليك. توفيق. اخر متسابق معانا علي عبد الرحيم، اتفضل يا استاذ علي تمثيل. حضرتك منين يا استاذ علي؟ من اسيوط. اتفضل. حبايبكم كتير هنا.
السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للجنة الكريمة. الله يحييك. أنا علي عبد الساتر عبد الرحيم النسر من أسيوط موهبة التمثيل. عايزين نشوف النسر بقى. محضر مشهد من مسرحية يا ليلي قمر تأليف نجيب سرور مشهد أمين. اتفضل. اختيار موافق. بعد إذن اللجنة آسف. اتفضل. أنا دج يعني كلب عايش جوه كامب. ذنبي ايه ان دج بهز ديلي لما سيدي بيقول لي تيك يعني خد وفي ايده عظمه، بكره برضه يقول لي تيك بس يومها مش هتكون في ايده عظمه، مطرح العظمه طبنجه بندقيه اي حاجه، تك رصاصه تك يا دج زي يومها ما قال لي صاحبي اللي رفرف وانكفى ولا حتى ما نطق، واحنا واقفين كلنا زي الكلاب واللي ناقص بس نلحس دم اخونا، حد فينا يومها هبهب؟ حد كان يستجرى ينبش؟ حد فينا حتى هز ديله؟ نبقى حتى مش كلاب. احنا ليه بنموت كلاب؟ مش عشان بنعيش كلاب؟ تك رصاصة تك يا دج. افتكرت ياسين ساعتها، افتكرته وهو متمرمغ في دمه يوم ما كان الموت طوفان، يوم هشلته لحد كتفي ما اتخلع، الرصاصة هي والزناد والبندقية والصباع اللي داس فوق الزناد هو وكمان الصوت يا ربي هو ياسين ما ماتش ياسين عايش صاحبي ياسين بلال شكشوكة أحمد رشاد ياسين عايش يا علي، برافو عليك يا علي ممتاز يا علي. تقمصت الشخصية والدور ما شاء الله عليك، انت أدائك مميز وجميل، برافو عليك يا علي، وحفظ الشخصية جميلة جدا. أهم حاجة الرياكشن بتاع وشك عبر عن كل اللي انت عاوز تقوله. لا جميل، مقدرين طبعا هي وصلنا يكفي ان انت حافظ المشهد جدا وجميل. انا ما حدش مدربني على المشهد ده انا اللي متدرب عليه من اخراجي، وانا جاي من سفر امبارح يعني، فانا ما يعني انا حتى لو انا ما عجبتش اللجنه او ما لا بص بس انا عايز اقول لك بس ايه كان راجل راي اللجنه اتفضل يا استاذ. دي لعبتي اللي انا مقضي فيها بالظبط حوالي 51 سنه. اتفضل يا استاذ. ربي يبقى لي فرصه معاكم يعني قمه الميزه على ايديكم يعني ما شاء الله عليك. قمه التمثيل الا تمثل. قمه التمثيل الا تمثل. انا مش بمثل، اعبر عن طبعا. ممكن حضرتك ممكن تسمعني بس عشان تستفيد يعني ازاي اقصد قمه التمثيل الا تمثل؟ ان انت تبقى مصدق نفسك فعشان انا كمتلقي اصدقك، وانا صدقتك. انت واقعي كده دلوقتي وانا صدقتك، فانت برافو عليك جدا وعندك حاجه كويسه جدا، هي انك بتستخدم الممثل، ادوات الممثل هي جسده، لغه الجسد عندك صح، حاسسها صح، رعشتك، انفعالك، رياكشنات وشك ممتازه، برافو عليك. حضرتك انا عندي اكتر من 400 مشهد محضرهم معايا بره، حافظ مشاهد كتير. حافظ مشاهد لغه عربيه. خلاص بعرف اقلد. هنطلع فاصل ونرجع تاني.
بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين هنشوف آراء لجنة التحكيم. معانا الفنان أحمد إبراهيم، تفضل يا أستاذ أحمد، رأي حضرتك في المواهب اللي فاتت. أنا هتكلم على بتوع التمثيل بس عشان أدي فرصة للزملاء. بالنسبة لمحمود محمد علي، هو ممثل كويس بس برضه مخضوض، وفي بس عنده مشكلة بتصادف أي حد من المبتدئين، انخفاض الرأس. دايما هو بيتكلم عامل كده، ده غلط طبعا، انت المفروض وشك يبان للكاميرا، يبان للجمهور. وبعدين اختار التيمة الصعيدي، فحب يقول الرجالة وحب يقول الرجالة، كويس، فلازم يبقى يثبت الأداء، دي بيبقى ديفو عند أي ممثل. بالنسبة بلال السيد، أنا حسيت بصراحة أنه فلات، مفيش أي رياكشنات، مش ما بتعبرش عن الجملة اللي بيقولها، توناليتي الصوت بتاعه ثابت مونوتون. اسلام محمد، انا نفسي ما بحبش اي حد يقلد، لازم تكون انت نفسك. هقلد احمد زكي، هقلد ليه؟ تهدر طاقتك في حد، مهما وصلت لقمه الاداء في التقليد برضه مش هتوصل لاحمد زكي، فبرضه لازم يبقى لك شخصيتك المستقله ضروري. علي عبد الرحيم ده زي ما قلت له عشان ما بطولش، ممثل كويس، عارف لغه جسده، عارف التوناليتي الصوت وبينقل، فده رايي في المجموعه بتاعت الفنان. الحقيقه هي مجموعه جميله، ويشكروا طبعا انهم موهوبين، ولكن هم بيحاولوا يعملوا حاجه عشان خاطر برضو يوصلهم بموهبتهم لمراحل متعدده. طبعا يعني مش هزيد على كلام زميل الفاضل الممثل الجميل طبعا اللي منورنا النهارده في الاستوديو الاستاذ احمد ابراهيم. بلال طبعا كان اداؤه يعني كان اداء عادي، غير اكشن الوش، غير الكاريزما، غير لغه البادي لانجويج. طبعا التمثيل هو الواحد بيوصل معلومه بكل الحواس بتاعته. الاستاذ اسلام لما قلد السادات زي ما قال الاستاذ احمد، انا كان يهمني قوي ان هو حتى كمان لما يجي يقلده يحفظ الشخصيه قوي، لانه هيقلد شخصيه موجوده بالفعل في الحياه. عشان نعمل مفارقه او مفارقه بين الاثنين عمرنا ما نوصل، طبعا فرق السماء من الارض. الاستاذ علي عبد الرحيم طبعا من اسيوط، كان صوته قوي وجميل ما شاء الله عليه يعني، لكنه كان ينتبه بعض الخوف والاداء المتميز. طبعا محمود في المشهد الجميل كلنا طبعا يعني مبهرين بيه. استاذ عماد اتفضل سريعا. هو عجبني قوي علي محمد علي، هو سريعا بيغني، طبعا صوته حلوه، عنده العالي والواطي كويس. صلاح بتاع الشعر بتاع الكورونا عجبني قوي، عنده مفردات كويسه وقافيته ممتازه وشطراته مظبوطه. اللي عجبني برضو بتاع مذيع الكوره، جميل طبعا، بيقلد كده طبعا جميل يعني. وعلي عبد الرحيم اللي هو مثل في الاخر ده كويس قوي، احساسه وصلني ممثل كويس. انا بشكرك استاذ عماد وبشكركم كلكم، والفنانه برضو يا استاذه داليا برضو يا جماعه، كلهم موهوبين ومجتهدين، وبنقدم لهم تحيه. للاشتراك في المسابقه التواصل على الواتس موجود على الشاشه 012 72 36 229. متشكره جدا. ودلوقتي انا ماشيه وخلصت وهلبس الكمامه، ويا ريت كل الناس يلبسوا الكمامه عشان يحموا نفسهم. الى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. باي باي.